التعليم. مظبوط يا محمد، احنا عارفين ان السوشيال ميديا بقت اساسيه في اخبار كتيره جدا بنتابعها، بس زي ما ليها مزايا ليها عيوب، وفي شائعات كتير في بعض الاوقات للاسف ناس كتير بتنساق حولها. امبارح الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم كان كتب على صفحته الرسميه على الفيسبوك حاجه مهمه جدا، تضع يعني حد للشائعات عن بقى استكمال العام الدراسي من عدمه. امبارح كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ان وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني هتعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الحد الموافق 14 فبراير 2021. وقال ان كل ما يكتب قبل هذا الموعد، قال كده بالظبط، هو اجتهادات او شائعات او بلبله لا علاقه لنا بها من قريب او بعيد. فيعني يا ريت نغلق الباب ده تماما، باب الشائعات، وفعلا المعلومه الصحيحه ان شاء الله زي ما الدكتور طارق شوقي قال هتطلع من مصدرها يوم الحد الموافق 14 فبراير 2021. فيا ريت بلاش كده اي حد يشوف اي حاجه مكتوبه على اي صفحه يعمل لها شير على طول، ونتأنى نتأنى. بالظبط، لان كلنا عندنا اولادنا ومش عايزين حاله البلبله، وان احنا نساهم في ترويج المعلومات اللي هي اصلا لا اساس لها من الصحه وخلاص. هو وزير التربيه والتعليم خدها بشكل شخصي، قال انا هنعلن، وهيبقى يا اما من خلال صفحه الوزاره او صفحه الوزير شخصيا، فبالتالي دايما هنلجا لهذه المصادر الرسميه وليس غيرها باذن الله. طيب الخبر الثاني، معلومه مهمه محتاجين ان احنا يعني ننقلها لحضراتكم، انه امبارح كمان